السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو جديد، ماشي ديال الطبخ، ديال الطرز، الطرز المغربي التقليدي الفاسي الحر ديال اليد، كيتصايب باليد بحال وجهه بحال ظهره. المهم كيكون بالحساب، كيتحسبوا الخيوط خيط بخيط، ما خص نفوتو خيط، ما نزيدو خيط، ما نقصو خيط. المهم تكون بهاد التوب ديال الاطوال، فيه 2.5 متر ديال العرض وثلاثة ديال الطول على قد الناموسية او السرير، وفيه 4 ديال القبات. هادو هما القبات، 2 صغار في الجناب و 2 كبار في الوسط، وكلهم مصايب بليد 100% بليد، ما في حتى شي حاجة بالماكينة. هادو هما القبات، هادي 2 كبار هما هادو، و2 صغار هما هادو اللي في الجناب. هادي قبة، تبارك الله عليكم، الله يبارك فيك. كيعجبني الطرز، انا كيعجبني الطرز، وكلها غير انا اللي صايبته. هذه هوايه ثانيه من الهوايات من بعد الطبخ، هذه حتى هي هوايه ديالي، ديال كيعجبني كيعجبني ندير هذا الطرز هذا بزاف، وكنرتاح ملي تنكون طرزو صراحه كيعجبني بزاف. وريهم هذوك لي شنو هذا؟ هاد الرشيمات كيكونوا بين القبات، ندعد شويه باش يبان. وهذه هي الخديديات ديالو، كاينين 2 خديات كبار و 2 صغار نفس الطرزة كاينة فيهم. الخدية الأخرى وهذا الخيط ما تيكشف لا والو، تصبنوه تديروه في جافيل تيبقى كيف ما هو، ما تيكشفش حيت حر. وهذه الخديديات الصغار، كانوا تيديروا خدية طويلة تقولوا لها المزود، أنا درت هذا شوية، دخلت الأصالة والمعصرة شوية، درت خدية 2 خديات كبار و 2 صغار.
الا لاحظتوا الخيوط راه ما كاينش خيط فايت خيط، الخيوط ديال الثوب. الا اخطأتي في خيط واحد اللي كتكون خرز، اخطأتي في خيط واحد كتعواج لك الطرزه كلها. خاصك مثلا كتحسبوا ثلاثه د الخيوط من هنا، ثلاثه ثلاثه او جوج جوج، ما خصك تنقص ولا تفوت عليهم. كتجيني نيشان الا فتي سميتو صافي، مشيتي عواج لك الطرزه الرسم الرشمه كلشي كيمشي.